شيء بسيط، انا كنت في عزاء قبل يومين وصادفت احد يعني طبعا احاول ان اوجه له هذه الرساله من هالديوانيه عشان توصل للكويت كامله. طبعا بالمصادفه في عزاء يعني لم اكن راغبا في لقائه ولا يهمني اصلا التقي، يعني من ضمن الاشخاص اللي يعتبرون اي عمل فيه اعتراض على اعمال السلطه هذا حرام وانت شخص مو زين. فقال الله يهداكم يعني بصوت عالي، وانا يعني ساعات ما تحسس من النقد بس ما احب ان واحد يوجه لي النقد قدام الناس وانا قاعد ساكت يعني. فقلت له ليش عسى ما شر يعني ليش مضايق طال عمرك يعني. فقال يعني اللي قاعد تسوونه فتنه عظيمه ابعدنا الله واياكم عنها كذي، وانتفخ بالقعده. قلت له اوكي زين. وقال هذا عمل من اعمال الخوارج. شويه العباره حسستني انه فنيا اصلا مو عارف تخصصه يعني، يعني ما ترهب الناس الازياء يعني تقصر دجاجك ما يعني انك ما ترهب. اي قلت له شلون عمل من اعمال الخوارج؟ الخوارج اللي اعلم انهم يخرجون بالسيف بالقوه بهدف نزع السلطه، وهذا امر لا يتوافر في الوضع بالكويت. يعني الناس اللي تعترض لا طالعه بالسيف ولا الهدف منها اسقاط النظام، هم طالعين يعترضون فقط يعني. وهذا شكل من اشكال الاعتراض. الامر الاخر ان المبشرين بالجنه خطئوا، مبشرين بالجنه يعني مو وزير ولا رئيس وزراء، لا مبشر بالجنه خطئ ومن مسلمين. لكن انا ابي اسالك سؤال، طبعا ما اجاب يعني ما جاز للكلام. قلت له لكن سؤالي كالتالي، قدم النائب محمد هايف اقتراح تنقيح الدستور مادة 79 بجعل كل تشريع يصدر بالبرلمان مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فردت الحكومة هذا القانون. فسؤالي ما هو حكم الشرع في هذه الحالة؟ قال انت بالكلام معك معك فايدة طلع. فأنا من هالمكان أوجه سؤال لكل هؤلاء مجتمعين يعني المنتخب الأولمبي مال السلطة يطلعون. سؤالي كالتالي، أخونا النائب محمد هايف جزاه الله خير قدم اقتراح بتنقيح الدستور، هو سؤال لكم تحديدا يعني هذه الفئة، يعني يقول بأن كل القوانين التي تصدر من البرلمان يجب أن تكون متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الحكومة هي اللي ردده. فما هو حكم رد الحكم بما أنزل الله؟ يعني إحنا نبي إجابة محددة ومقنعة عشان باكر ما نقول شيء قول والله مثلا هذا في خروج. هذا السؤال ان شاء الله انه خلال الاسبوع الجاي تقعدون تداولون بمؤتمر بوزاره الداخليه وتطلعون بنتيجه ونتناقش معاكم فيه. مشكور صاحب الديوانيه على الدعوه. الله يخليك ويطول لي عمرك يعني. واحنا بنقعد معاكم شويه قبل لا امشي لان مضطر ان شاء الله ان شاء الله يعني. السلام عليكم. الشباب في بعضهم عندهم اسئله. يلا.